السلام عليكم. نشرت إحدى الناشطات على منصة تيك توك فيديو لتاجر وهو يعرض سلعته على قارعة طريق في بوينان بالجزائر العاصمة، ويبدو أن أسعارها في متناول الجميع. تابع الفيديو لله. هذا اللي ديما يجيب الفاكهة رخيصة. وقت رحت شريت حبل ملوك، شريته ب30,000 الكيلو. هاوليك شوف، الله يبارك. دوك يصدم عليه واحد الغاشي ما شاء الله عليه.